السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا محور الأخير أو العمود أو العمود الأخير من اللغة الألمانية. عندنا النوميناتيف، عندنا الأكوزاتيف، عندنا الداتيف، وعندنا آخر حاجة هو الجينيتيف، اللي هما أربعة أسس في اللغة الألمانية، بدونهم لا نستطيع التكلم باللغة الألمانية بتاتا. ده الجينيتيف. شنو هو الجينيتيف؟ الجينيتيف كذلك باللغة العربية هو المضاف، والمضاف إليه. نقول المضاف والمضاف إليه، يعني شحال واحد قرأ اللغة العربية ولكن ما معنى مضاف ومضاف إليه؟ يعني بطريقة سهلة، يعني تنقول مثلا قلم الأستاذ، قلم الأستاذ، يعني ما معنى قلم الأستاذ؟ يعني هذا القلم ديال، بالتاريخ تنقولوا ديال فلان، ديال فلان. يا دفتر، يا دفتر، دفتر من؟ دفتر التلميذ، دفتر التلميذ. حذاء اللاعب، يا يا حذاء اللاعب، سروال الطفل، يا حذاء السيدة. يعني لاحظوا هنايا خاصنا لابد نلقاو جوج مصطلحات، المصطلح الأول الشيء أو الشخص، والمصطلح الثاني المالك، المالك، المالك ديال الكلمة اللي قدامه. يعني قلم الأستاذ، يعني الأستاذ هو صاحب القلم، يعني في هذه الحالة راه عندنا الجينيتيف. يا دفتر أو دفتر التلميذ، إذا في هذه الحالة التلميذ هو صاحب الدفتر، يعني في هذه الحالة عندنا جينيتيف. ما معنى جينيتيف؟ قبل كنا تنستعملوا واحد الحاجه بسهوله، هي كلمات او بحرف جر بريبوزيسيون فون. فون ما معنى فون؟ بريبوزيسيون اللي هو المعنى ديالو دو بالفرنسيه، اوف بالانجليزيه، ديال بالدارجه، ديال هاد الحاجه، ديال فلان هاد الحاجه، ديال هاد الحاجه. مثلا كلا، مثلا نشوفوا مثال. اول حاجه قبل ما نهضروا على الامثله ونتناقشوا عليهم، اول حاجه نشوفوا الجينيتيف، اشكال الجينيتيف اللي ممكن نلقاوهم في اللغه الالمانيه. ده الجينيتيف غادي نلقاو، غادي نشوفوا لي بريبوزيسيون الجينيتيف، غادي نشوفوا سوبجكت فيرب بلس نومن، يعني اشنو معنى هذه الهضره هذه، يعني انه هذا نومن هذا ممكن نلقاوه نوميناتيف الا كان خمسه من نوميناتيف، ممكن نلقاه داتيف الا كان 100 ديال الداتيف، ممكن نلقاو 20، ممكن نلقاو جينيتيف الا لقينا 20 ديال الجينيتيف، 20 فيرب ديال الجينيتيف. غير هاد 20 فيرب انا بصراحه ما غاديش نركز عليهم ونقراهم مجموعين، حيت ما تيهموناش حنايا الناس اللي هما بغاو يتعلموا اللغه فقط. علاش؟ حيت هاد 20 فيرب خاصين فقط بالمحكمه، عندها علاقه بالاتهامات وبالناس اللي بغاو يدرسوا، يا اللي بغاو يديروا تخصص القضاء او المحاماه. دونك سوبجكت فيرب بلس نورمال ممكن نلقاو هذا راه جينيتيف، بشرط انه خاصني نستعملوا لي فيرب ديال الجينيتيف اللي هما 20 فيرب ديال الجينيتيف، غادي تلقاوهم في الموقع كذلك في جهه الكومونتير، غادي نحط لكم الموقع يا اللي هو تلقاو فيه لي فيرب ديال الجينيتيف. واخر حاجه، اخر حاجه شنو هي؟ هو غادي نشوفوه في اخر الحصه. دونك ار نشوفوا اول حاجه اللي الشكل، الشكل ديال الجينيتيف. كاين عندنا ديفينيت ارتيكل، انديفينيت ارتيكل، نيغاسيونس فورم، بوزيسيف ارتيكل، اونت ايجن نام. هادو هما الاشكال ديال الجينيتيف. الجينيتيف ممكن نلقاو بديفينيت ارتيكل لا كان ماسكولين، تنقولوا ديس فاتاس، ديس فاتاس، ديس فاتاس. اينس فاتاس، يعني من ديس بحال ديم اللي شفنا في الداتيف عطاتنا اينم، دين عطاتنا اينن، دان ديس فاتاس عطاتنا اينس فاتاس، كاينس فاتاس، ماينس فاتاس، اونت فون احمد. ما معنى فون احمد؟ دو احمد، حيت ما يمكنش نديرو احمدس، ما يمكنش، خاصني نديرو اش؟ ها فون احمد، فون احمد، فون احمد. كلا في منين؟ دير موتا، اينا موتا، كاينا موتا، ماينا موتا، اونت فون فاطمة. ما معنى فون فاطمة؟ فون ديال، مثلا داسبوغ فون فاطمة. دابا في هذه الحالة راه استعملنا الشكل الجينيتيف ولكن عن طريق البريبوزيسيون ديال الداتيف. يا نويتخال ديس كيندس، لاحظوا معايا هنايا، هنايا ديس فاتاس زدنا اس، اونت ديس كيندس زدنا او اس. علاش زدنا اس هنا؟ علاش زدنا هنا او اس؟ يا كاينة قاعدة. شنو هي القاعدة؟ يعني الكلمة إذا كانوا فيها تسفاي، يا تسفاي زيلبن، يعني سيلابل، يعني تسفاي زيلبن الفوق، يعني من جوج للفوق. ما معنى زيلبن؟ يعني كونستانت أو فوايل. مثلا إف أ فا داس أين زيلب، أونت تي إي آر أين زيلب. ما معنى عاوتاني هنايا؟ لي فوايل، متى نلقاو دو فوايل مبعدين ماشي مقاربين. يا بحالاش فا تا
يعني هنا دو فوايل كاينين ولكن ما ملاصقينش مفرقين بشي كونستانت ولا بشي حرف اخر ماشي من لي فوايل. ف تا يعني تلقاو جوج الفوق من جوج الفوق تنزيدو اس في الاخر. من تلقاو مثلا كاين شحال من فوايل عندنا؟ فوايل واحد اللي هو اي. اذا في هذه الحاله تنزيدو لي فوايل، يعني كاين عندنا فوايل واحد تنزيدو في الاخر او اس. كيندس كيندس كلا فوالا. دان اينس كيندس ماينس كيندس كاينس كيندس. يا لاحظوا هنايا راه طالو لاحظوا معايا هنايا، هنايا خاصني واحد كا يعني بحال كاينس فاتاس كاين كاينا موتا كاينس كيندس يا ماينس كيندس اونت فون سايفتون باي شبيل اونت فيمينين بلورال. دابا دير كيندا يعني ديس فاتاس ديس موت دير موتا ديس كيندس اونت دير كيندا دير كيندا بلورال جينيتيف. Eines Vaters, einer Mutter, eines Kindes und welcher, لاحظوا ديما welcher تتلاصيوها terminaison اللي عندنا في الارتيكل ديفيني. Welcher Kinder, keiner Kinder, meiner Kinder und von Seif und Hint und so weiter. Dann هادو هما أشكال اللي تقدروا تكتبوا بهم الجينيتيف. أش باقي لينا؟ متى؟ هادي أهم حاجة. كتابة الجينيتيف ممكن تلقاوها في جوجل، ممكن تلقاوه في الكتوبه في المقررات ديالكم، ولكن السؤال اللي هو مهم متى نستعملوا الجينيتيف. الجينيتيف عنده دي بريبوزيسيون ديالو، يعني بريبوزيسيون بلس بلس جينيتيف اللي غادي نشوفوه ان شاء الله. عندنا زوبيكت فيرب بلس نورمال، قلنا هاد لي فيرب ما غاديش نركزوا عليهم هاد المره. علاش؟ حيت هاد لي فيرب هادو عندهم علاقه بالمحكمه والقضاة، يعني ما عندناش بهم غرض، ما غاديش نستعملهم في الحياه اليوميه ديالنا وما مطالبينش بهم نتوما. لكن نتوما باغيين ندوزو بي 1 وبي 2، ومع ذلك غادي تلقاوهم في الموقع. الحاجه الاخرى اللي ممكن تلقاو فيها الجينيتيف هو الزوبيكت فيرب. واخا الفيرب ماشي الجينيتيف، ايه واخا الفيرب ماشي الجينيتيف، وعندنا موراه نومن بلس نومن. ما معنى نومن بلس نومن؟ يعني اسم زائد اسم بلا حروف الجر بدون بريبوزيسيون، يعني خاص يكونوا ليبر. مثلا عندنا اوبيكت اوبيكت. ما معنى اوبيكت اوبيكت؟ اوتو فيرما اوتو فيرما داس اوتو اونت دي فيرما. من تلقاو اوبيكت اوبيكت هنايا، دان اوبيكت الاول يا هنايا اش غادي يكون؟ غادي يكون على حساب الفيرب. يعني هذا الاول هذا غادي يكون على حساب الفيرب. ما معنى الفيرب؟ الا كنتي تستعمل لي فيرب ديال النوميناتيف خمسه راه داس اوتو بتبقى داس اوتو. درتي لي فيرب ديال الداتيف غيكون ديم اوتو. درتي لي فيرب ديال الجينيتيف غيكون ديال ديس اوتوس. درتي لي فيرب ديال الاكوزاتيف غتبقى اكوزاتيف داس اوتو. كلا. ولكن ثاني غادي نشوفوا دان، يعني هنايا الحاله الاولى هادو اوبيكت اوبيكت بيرزون بيرزون اوبيكت بيرزون اوبيكت اوبيكت بحال اش قلنا داس اوتو دي فيرما بيرزون بيرزون فريند فاتا. مثلا اي شيء اي مثال درتي اي مثال درتي غادي يكون نفس القاعده. اوبيكت بيرزون ما معنى اوبيكت بيرزون؟ داس فاغات اونت فريند داس اوتو دير فاتا. يعني دير اي مثال غادي تلاحظ انه درتي جمله صحيحه الا طبقتي هاد المنهجيه اللي هي اكتشفتها انا بطريقه ديالتي، يعني هذه الطريقه اللي اعتمد عليها انايا ودرتها انايا باختراع ديالي. يعني اوبيكت بيرزون اوبيكت اوبيكت بيرزون اوبيكت هاد الاول اشنو غادي يكون؟ على حساب الفيرب. على حساب الفيرب. ما معنى الفيرب؟ خمسه نوميناتيف 100 داتيف و 20 الجينيتيف ما كانوش غادي يكون اكوزاتيف. والثاني اش بغيكون؟ الثاني باردون الثاني هذا هذا غادي يكون جينيتيف. علاش؟ حيت هاد الشيء هذا غادي يكون اش ديال هاد الشخص هذا ديال هاد الشيء هذا. هاد الاوبيكت مثلا داس ايست داس اوتو دير فيرما. هادي سياره ديال من ديال الشركه. داس ايست دير فريند ديس فاترس هذا الصديق ديال الاب. ولا ايش غاتوليغ ديم فريند ديس فاترس. يعني كيف ما درتي ديما هاد الاول تيتبدل على حساب الفيرب اللي استعملتي، والثاني غادي يكون اش جينيتيف. اوبيكت بيرزون ما معنى اوبيكت بيرزون؟ داز اوتو اونت دي موتا. دان ايش كاوف ايش كاوف فيرب ديال لاكوزاتيف ايش كاوف داز اوتو ديال من دار موتا دان جينيتيف. يعني هذا هي الطريقه اللي هي سهله ممكن تعتمد عليها يا من لابد نعرف الجينيتيف امتى ممكن نستعمل الجينيتيف. اذا هذا الجينيتيف بريبوزيسيون بلوس جينيتيف غادي نشوفوهم، وهاد لي فيرب قلنا غادي نشوفوهم في الموقع ديالي. تنشكركم على التتبع ديالكم. الله يعاونكم.